كرومبو كرومبو ما عجبتش كرومبو 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 ما عجبتش كرومبو. Good evening everybody, وكل عام وأنتم بألف خير، ويا رب هذا العام الجديد يكون عام خير وهنا علينا كامل. هاد الأيامات أنا في أمريكا كنحضر المؤتمر المخبر الخاص تحديات وآفاق، وتلاقيت مع واحد من التلاميذ ديالي القدام اللي كانوا متفوقين مزيان، وقررت نخدمه معايا باش يستفد من الخبرة الكبيرة ديالي ويعاونني شوية بالحماس في القضايا الكتيرة اللي كتجيني. تفضل أسحيتا، قدم لهم راسك. أنا اسميتي البومبا، أسحيتا البومبا، أنا هو المساعد الجديد نتاع المفتيش كورومبو، جاي نستفد من الخبرة ديالو الكبيرة ونحل على الغاز القضايا، وبغيت نقول راه المفتيش كورومبو هو المثل ديالي الأعلى، وأنا من شحال هذه كنتمنى نخدم معاه، واخا بقى لي غير نهدي أغنية الحاجة. صافي أسحيتا، واش بديتي عاوتاني؟ واخا واخا، كان معكم من حداتي متى الحرية البومبا، أسحيتا البومبا. ومن بعد ديت معايا سحيتا وبدينا كنتمشاو باش نشرح ليه اسس الخدمه ديال المخبر الخاص، وانا نشوف واحد لابس بابا نويل كيقرب من واحد السيده غاديه في الشارع، واحد شويه خطف ليها الصاك وهرب. ما كناش من العاكزين، جرينا وراه انا وسحيتا. دخل المطعم، دخلنا وراه ولقيت واحد الحاجه ماشي عاديه، كانوا ثلاثه ديال الناس لابسين حوايج بابا نويل. اولهم كيقرا في المنيو، والثاني كيشرب القهوه سخونه، والثالث كياكل الجلبانه بلاقوق. انا بعدا من الشوفه الاولى عرفت شكون اللي سرق الصاك. وانت صحيت عرفتي شكون؟ عرفتو، عثمان المغوبش اللي سرق التريبورتور تاع ام قنين. صحيت ما عرفتش شكون اللي سرق الصاك، ولا انت عرفتي قول لينا شكون. واحد، واش اللي كيقرا في المنيو؟ زوج، واش اللي كيشرب القهوة؟ ثلاثة، واش اللي كياكل الجلبانة بلاقوق؟ ارسل الجواب الصحيح على الاس ام اس 9093 او اتصل بالهاتف الثابت 08 90 60 33 99 او بورتابل 40 43، وتربح 5000 درهم كل اسبوع، وما تنساوش المفاجأة الكبرى، سيارة فاخرة للفوز. وموعدنا في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كورومبو.